يعني انت تقول الرأي سلبي فيه ميدو. ميدو وانا عايز اتوقف عند ميدو، احمد حسام ميدو. مفيش انقى من الانسان الصادق ميدو. يقارن الاول قال له صلاح، فاكر رأيه في صلاح؟ ما عندوش كاريزما، صعب ينجح عشان ما عندوش كاريزما او يبقى شعبي. غير رأيه 140 درجة 180 درجة واعترف بهذا، بل بالعكس قال يعني ألقى باللائمة على نفسه. قال إيه؟ أنا كنت لاعب سبويلد. سبويلد يعني مدلل. أنا تعاليت على الكورة، أنا تعاليت على زمايلي، أنا كنت بعمل اللي أنا عايزه، أنا ما كانش فيه رادع ليا. أنا لم وأنا اتمرنت مع أحسن لعيبة في العالم، أنا اتمرنت مع أحسن مدربين في العالم، أنا اتمرنت في أكبر أندية العالم، الفرص اللي أتحت لي ما أتحتش لحد غيري، كنت أمتلك من القوة البدنية والجسد ما كان يمكنني أن أنجح وأذهب بعيدا جدا أكثر مما ذهب، ولكني كنت مدلل. تعرف أنك أنت يا محمد يا صلاح كونك تخلي ميدو يقول هذا الكلام النهاردة أصبحت أنت قدوة، وأصبح ميدو يعلم أجيال قادمة أدي النموذج اللي ينجح وأنا ما تعملوش زي، وأنا ما تعملوش زي. ابعدوا عني. أنا احترمت ميدو جدا جدا جدا. صدق صدق جدا صدق. أنا أعشق الصادق حتى لو كان يؤلمني أحيانا. صحيح بلد. صحيح. الصادق مش معناه أنه عنده حق، بس هو ده اللي جواه. يعني أنت ممكن جدا تيجي تحكم على واحد بس بتقول الصدق بصدق اللي أنت معطياتك بتديهولك، مش أنت تعرف أنه كويس تقوم تشتمه، لا أنت وأنت بتنتقده متهيألك أنه هو ده سلبي، ومجرد ما تكتشف خطأك بتعتذر بشجاعة. هذا الفارق بين الصدق واللي يقول لك أصل أنا صريح واللي في قلبي على لساني عشان كده ماليش حبيب. لا يا حبيبي، لو أنت صريح واللي في قلبك على لسانك الناس كلها تستحملك لأن عارفين معيارك واحد، لكن لما يبقى عارفينك أنك أجريسيف ومش طايق حد لا مش هيحبوك. ولذلك محمد صلاح أظهر لنا الصورة المشرقة في ميدو. تصور بقى، وميدو أدلنا النموذج والقدوة بطريقة ما تعملوش زيي. يعني عارف ازاي محمد صلاح اعمله زي صلاح، ميدو بيقول لهم وهما تعملوش زيي. الاثنين تسقيفه.